يعني انتوا شايفين شغال الصاعق معايا اهوت. وطبعا صاعق الناموس افضل حل للناموس، مفيش بقى حاجه تانية هتقدر او الناموس او الدبان كمان هتقدر تظبط لك المشكله ديت الا صاعق الناموس عن تجارب. هتقعد ترش حاجات مؤذيه وحاجات تتعب الصدر، لا ده افضل حل. وبرده زي ما انتوا شايفين انا عامل لمبه للطرقه، يعني انت ممكن تعدل فيه زي ما انت عايز، ومعمول له لمبه ليد. ليه؟ انت الصاعق لو جبت اي صاعق ناموس اللمبه بتاعته بالظبط ما بتكملش شهرين، تمام؟ لا ده ان شاء الله اللمبه دي تقعد معاك يعني العمر كله ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناه ليك. فيديو النهارده كان عندي زي صاعق ناموس، انا كنت عامل له فكره قبل كده بالصاعق بالمنظر دوت. وطبعا احنا داخلين على الصيف ووقت ان الناموس بدا يكتر في البيت ومش سامع صوت للصاعق، فجيت نجرب الصاعق زي ما انتم شايفين. اول حاجه بصوا الفكره اللي انا عاملها، انا غيرت اللون بتاعته خالص وحطيت له لمبه ليد كانت شغاله بكفاءه الحمد لله، وعامل له لمبه زينه كده عشان خاطر بس انا كنت معلقه في الطرقه عندي، تمام. فجيت بنجرب الصاعق زي ما انتم شايفين الشبكه مفيش اي كهرباء، المفروض لما الشبكه تلمس مع بعض يترشق، الترشقه ديت اللي هي ايه الصعق بتاع الناموس. فانا استغربت، فهنبدا ان شاء الله نحل مع بعض الصاعق وهنبدا نشوف الاف ايه ونعمله. في الغالب كارت الصاعق هي اللي فيها مشكله، عشان كان شغال الحمد لله بكفاءه. انا موصل كل الوصلات دي خارجيه، يعني ازاي خارجيه مش موصله، انا ان شاء الله مفك هنوريكم ازاي موصله، مش موصلة على الأجزاء الداخلية. يعني أنا لو حبيت نشغل اللمبة بتاعة الصاعق الأصلية، لو حط أي لمبة صاعق دلوقتي ممكن تشتغل معاها مفيش أي مشكلة. أنا حابب بس إن أوريكم إن يعني المشكلة عندي في إيه، ولما إن شاء الله نفك هنوريكم إزاي أنا عامل الطريقة بتاعة اللهم ذكرنا رب اللمبة الليد ديت، مش هتكلفك حاجة. لمبة الصاعق فاهمين كل شوية بتبوظ، وعامل فيديو ليها قبل كده. نرجع لكم ان شاء الله. طبعا قبل ما تفك اي صاعق، انا طبعا عارف مشكله الصاعق اللي عندي اللي هو الكهرباء بتاعت فصل، المفروض انت بتلمس الشبكه مع بعضيها كده عشان تتاكد مفيش كهرباء، تمام. هنبدا نفك الاول، نبص على المصاريف بتاعتنا فين. المصاريف بتاعتنا فوق اهي، تمام. نبدا نفك الاول مصاريف مع بعض. طبعا الصاعق شكله معفن عشان بقاله فترة مكون فوق، يعني انا كنت معلقه في الطرقة بقى اكتر من سنة متعلق في الطرقة، مفيش معلوش نظافة. هوريكم ازاي برضو نوصل الكهرباء بتاعتي من غير نفس الكهرباء الصاعق نفسه. زي ما انتم شايفين انا عملت ايه، ده السلك اللي جاي معايا رئيسي على الكهرباء على طول. انا قصيت من هنا او فكيت من هنا ووصلت فيه وصلات، يعني انا الكهرباء ديت اللي وصل على طول وصلت فيها اللمبه بتاعتي الليد الزرقاء، ووصلت فيها في نفس الوقت اللي هي الايه الستيريو اللي هي ايه الشبكه دي، تمام. انا دلوقتي المشكله كلها هتبقى زي ما انتم شايفين مملح ازاي في الباور ده، تمام.
في برضه جزء في مشكله برضه اهو، بس ده مش مقصر معانا في حاجه، الترانس بتاع اللمبه. تمام، يبقى انا كل اللي هنفكه هنحل الجزء دوت وهنغيره. الجزء زي ما انتم شايفين يعتبر معمول بكليبس مش معمول مسامير. هجيب البنزة بتاعتي عشان اعرف فكه. اهوت الكليبسات بتاعته اهيت. تمام، ده اللي هو اهو زي ما انتم شايفين من تحت ملسوع في قفله. ده الجزء اللي انا المفروض اغيره. عشان تغيره طلع منه جزء في السلك هنا معايا اهوت. خلعناه، نربط التاني برضو. يبقى احنا عرفنا اول مكان ليه الجزء دوت، وهنا جاي على الكهرباء اللي هنا عاملها المباشرة ديت داخل على سلكيه داخليه على الشبكة. ادي واحد اسمر وادي الاحمر، والاخضر برضه داخل على الشبكة من تحت، واحد كهرباء، واحد داخل على الايه على الترانس. فالمفروض قبل ما نفكه نحفظ اماكن السلوك ديت عشان خاطر ما نجيش نتكعبل بعد كده. يعني ناخد سكرين شوت او ناخد صورة لل السلوك نفسيه، عشان لما نجيب واحد زيه نركبه على نفس دايرة الصاعقة اهيت. وزي ما انتم شايفين الدايرة ديت غير الدايرة اللي انا كانت راكبة في الصاعق نفسه، بس دي اللي لقيتها شغالة مفيش حاجة، بس دي مش هتشغل معاها اللمط. تمام، دي دايرة الصاعق مباشر، واخدين بالكم عن زي ما انتم شايفين ديت عبارة عن اتنين كهربا واتنين بس طلع منها لإيه لشبكة الصاعق. وأنا دلوقتي لحمت أدوس الحمات طبعا اللي شايفين على قد يعني الكهربا ودايرة الصاعق اهيت. هنركبها معاكم ونرجع لكم تاني. بصوا يا رجالة أنا عملت ايه، احنا قلنا أنا اتنين كهربا واتنين للشبكة. تمام، أنا وصلت اتنين في الكهربا وصلت واحد كمان للزرار عشان خاطر لما حب هو الزرار ملوش لازمه انا عامه عشان كده بتعلق يعني، بس انا وصلت واحد للزرار قلت مش مشكله عشان لو حبيت نطفي الصاعق لوحده ونخلي النور مفيش مشكله، لو حبيت ننزله مثلا من غير ما نتكهرب عشان انت كده ولا كده لازم تفضي الشحنه بتاعته والكهرباء بتاعته. انا عملت ايه، شلت كمان الدايره بتاعت الايه اللمض ملهاش اي لازمه عندي، اللي انا دلوقتي ركبت دايره ليد. جبت شريط ليد زي ما انتم شايفين اهوت، الجهاز بتاعه اهوت ده جهاز شريط الليد، وده جهاز اللي هو كان بيقلب مع نور عن الغي مش هنحتاجه دلوقتي في حاجه. اللي انا هنركب على الشريط ده برده شريط تاني ابيض من تحت، بحيث يبقى معايا فوق الصاعق وتحت زي لمبه تنور اللي انا كنت حاطه في الطرقه بتاعت المطبخ. تمام، ايه القصه، انت بتوصل اول حاجه الجهاز بتاعك اتنين كهربا، السلك طالع بره الكهربا هو، واتنين في الشبكه. انت كده خلاص الصاعق بتاعك شغال ما فيهوش اي مشكله. بالنسبه برده لللمبه اي كهرباء في الدنيا بيبقى سلكين بتوع الكهرباء، هتوصلوا برضه السلكين بتوع مع الكهرباء اهوت وخلاص. على كده نجرب معاكم كده نوريكم. زي ما انتم شايفين
النور بتاعه هو ازرق. ده الليد الشبكه هنجربوها. انا هقطع في الزرار، معلش الزرار بس بيتهز. ايوه اهو زي ما انتم شايفين شغال الصاعق. تمام، هنطفي الصاعق بتاعنا، نفض الشحنه كده. خلاص انا فضيت الشحنه وفضيت الصاعق بتاعي. هنبدا بقى نعمل انا ايه، انا كده خلاص الصاعق بتاعي اتصلح مفيهوش مشكله. هنبدا نوصل سل شريط ليد مع الشريط التاني دوت، وهنعمله تحت بزرار. تمام، عشان خاطر يبقى عندي وصله تانيه اوصل وارجع لكم. وادي يا رجاله الشكل ده للصاعق بتاعي. انا عملت له لمبه من تحت، هي منظرها مش قد كده بس هي شغاله، معمول لها زرار نطفي ونقيد بيه عشان خاطر دي في الطرقه. انا برضو مرضتش ان اوصل السلوك ياما جوه، فانا وصلت اللمبه دي باللمبه دي بمشترك تاني، ونزلت منها ايه كمتر زي كده عشان خاطر تفصل وتقفل معاها الكهرباء. والصاعق بتاعي برضه شغال بالزرار بتاعه. ممكن توصل دويل بلمبه على الكهرباء على طول. ده معاك لمبه برضه شغال الصاعق معايا اهوت. وطبعا صاعق الناموس افضل حل للناموس، مفيش بقى حاجه تانيه هتقدر او الناموس او الدبان كمان هتقدر تظبط لك المشكله ديت الا صاعق الناموس عن تجارب. هتقعد ترش حاجات مؤذيه وحاجات تتعب الصدر، لا ده افضل حل. وبرضه زي ما انتم شايفين انا عامل لمبه للطرقه، يعني انت ممكن تعدل فيه زي ما انت عايز. ومعمول له لمبه ليد ليه؟ انت الصاعق لو جبت اي صاعق ناموس اللمبه بتاعته بالظبط ما بتكملش شهرين. تمام، لا ده ان شاء الله اللمبه دي تقعد معاك يعني العمر كله ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو دعمني واشترك ولايك في فيديو جديد من خطة عملاق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.